تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهرة. في هذا البرنامج يعني تفتح الهيئة أبوابها ونوافذها لاستقبال ملاحظاتكم، آرائكم، مقترحاتكم، كل ما من شأنه أن يقوم بتطوير يعني الخدمات التي تقدمها الهيئة وأيضا القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام. اليوم منبلش معاكم مسابقة إن شاء الله منستمر فيها خلال هذا الأسبوع، يمكن نمدها للأسبوع القادم على حسب الجوائز المتوفرة طبعا. لكن سؤال حلقتنا اليوم يقول: ما هي الخصائص، ما هي خصائص تطبيق حياتي؟ ما هي خصائص تطبيق حياتي؟ 1- متابعة النشاط والحركة. 2- متابعة معدلات ضغط الدم. 3- متابعة الوزن وكتلة الجسم. 4- جميع ما سبق. 4- جميع ما سبق. إذن السؤال: ما هي خصائص تطبيق حياتي؟ طبعا الجوائز اللي مقدمة هي عبارة عن جهاز مراقبة الجلوكوز وجهاز لقياس اللياقة البدنية اللي هو الفيتبت. فهذه يعني جهازين ما نسحب عليهم للفائز معانا على كل سؤال خلال الفترة القادمة. إذن الجوائز: جهاز مراقبة الجلوكوز وجهاز لقياس اللياقة البدنية، وهي جوائز يعني قيمة، ما بقول الأجهزة وايد ممتازة. عموما اللي حاب يشاركنا على 4006 عبر رسالة فيها الاسم الثلاثي والإجابة الصحيحة، ماشي، الاسم الثلاثي والإجابة الصحيحة. هذا حتى اللي يبغي يحط لنا رقم موبايل بعد ما عندنا مشكلة، بس أهم شيء إنه يجاوب ويحط لنا الاسم الثلاثي. طيب ناخذكم بس بعض الإعلانات السريعة اللي لازم نقولها، يعني على أساس نذكركم بأهم الفعاليات اللي موجودة عندنا. لكن قبل ذلك مثل ما تتعودتوا، الإعلان اليومي عن آخر موعد للتأمين الصحي، آخر موعد للتأمين الصحي للعمالة المنزلية بالنسبة للأفراد، بتنتهي مدة التمديد هذه 31/12/2016 1/1 خلاص منبتدي عملية المخالفات والغرامات. فاللي ما أمن يروح يأمن من الحين، وقلنا فوائد التأمين وإن شاء الله بتكون عندنا حلقة بعد، يعني كل أسبوع نحن نذكر بهذا الموضوع لين فترة نهاية التمديد هذا. أيضا مستمعين، صحة دبي تنظم مسيرة للتوعية بمرض السكري يوم 18/11/2016، وفي ماراثون الإمارات للأطفال بينطلق كذلك يوم 18/11/2016 في حديقة الممزر الساعة 2 لين الساعة 9، وهذه ضمن مبادرة من مبادرات حمدان بن محمد لرياضة المجتمع. مسيرة التوعية بمرض السكري بتكون في حديقة زعبيل. فعاليات في مستشفى راشد اليوم بمناسبة يوم الالتهاب الرئوي العالمي. أيضا اليوم تنطلق حملة دمي لوطني، وبتكون اليوم
الحملة في هيئة كهرباء ومياه دبي. أعتقد نحن بعثنا الزميل فيصل بن فارس بيكون موجود هناك إن شاء الله ومناخذ منه رسالة أو تغطية عن هذا الموضوع. كذلك ما نتطرق لهذا الموضوع بالتفصيل مع سير الحلقة. أيضا تغريدة إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، هاي التغريدة الغذائية تقول: كن قدوة جيدة لأبنائك بتناولك للفواكه يوميا مع الوجبة الرئيسية أو كوجبة خفيفة. ها، كن قدوة جيدة لأبنائك بتناولك الفواكه يوميا مع الوجبة الرئيسية أو كوجبة خفيفة. ما بتعطي برياني وتعطي ما أدري شو وتضرب بالخمس وتبغي ولدك بعد يكون صحي، ما بيكون صحي إذا أنت مو بقدوته في هذا المجال. كن قدوة جيدة في كل شيء، في أخلاقك، في تعاملك مع الناس، وأيضا في أكلك، في اهتمامك بصحتك، لأن يعني هذا شيء يعني حث عليه الدين وحث عليه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف. فوايد مهم أن يا جماعة الخير الواحد ينتبه شو بيحط في بطنه، المعدة بيت الداء. طيب، من أخبارنا: الصحة تحذر من منتجات تخسيس ومقويات جنسية مسرطنة. حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام مكملات غذائية يتم الترويج لها لتخفيف الوزن، انزين، ومقويات جنسية للرجال تحتوي على مواد غير معلن عنها تسبب خطرا كبيرا على مرضى القلب أو السكري، وقد تؤدي إلى الوفاة، كما تحتوي على مادة مسرطنة لا تستخدم في صناعة الأدوية. أيضا نذكر بسؤال الحلقة، لأن قبل ما نطلع فاصل أنا أبغي أسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع، كذلك موضوع المنتجات التخسيس ومقويات جنسية مسرطنة اللي حذرت منها وزارة الصحة. إن شاء الله بتكون لنا مداخلة مع الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص ورئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية. هذا شواغ، شوفينا إذا الدكتور ممكن ناخذه بعد الفاصل إن شاء الله. لكن ذكركم بسؤال الحلقة اليوم. سؤال الحلقة يقول: ما هي خصائص تطبيق حياتي؟ هل هي متابعة النشاط والحركة؟ 2 متابعة معدلات ضغط الدم؟ 3 متابعة الوزن وكتلة الجسم؟ 4 جميع ما سبق. الجوائز كما ذكرنا هي الفيتبت والآي هيلث. الفيتبت هو جهاز لقياس اللياقة البدنية، والآي هيلث اللي هو جهاز مراقبة الجلوكوز. اللي حاب يشارك معانا على الأرقام 4006، وأيضا اللي حاب يتداخل معانا بالمكالمات على الرقم 600551414. انزين، وشواق إذا حد جاوب بعد عن طريق الهاتف بعد كذلك دخلوه ضمن القرعة. انزين، فسؤال حلقتنا: خصائص تطبيق حياتي، متابعة، 1 متابعة النشاط والحركة، 2 متابعة معدلات ضغط الدم، 3 متابعة الوزن وكتلة الجسم، 4 جميع ما سبق. في انتظار إجاباتكم الاسم الثلاثي على الرقم 4006. فاصل المستمعين، وبعد الفاصل إن شاء الله نسلط الضوء على الإعلان اللي صدر من وزارة الصحة ووقاية المجتمع. فاصل ومرجع لكم. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. نذكركم بسؤال الحلقة. سؤال الحلقة يقول: ما هي خصائص تطبيق حياتي؟ 1 متابعة النشاط والحركة، 2 متابعة معدلات ضغط الدم، 3 متابعة الوزن وكتلة الجسم، 4 جميع ما سبق. ارسال الإجابة الصحيحة على 4006 الاسم الثلاثي، وإذا أمكن بعد رقم التليفون بعد بيكون أسهل لنا، لكن أهم شيء تذكرون الاسم الثلاثي يا جماعة الخير، لأن في إجابات تينا من غير الاسم الثلاثي، فتسهلون علينا الموضوع، موضوع اختيار الإجابة الصحيحة. طيب، عمليات
نقل الدم وتوفيره بطرق آمنة هي التي يعني تنقذ أرواح الناس وتحسن صحتهم. لذا ينبغي أن يشكل توفير الدم الآمن والكافي جزءا لا يتجزأ من سياسة الرعاية الصحية الوطنية، بين قوسين الوطنية، في كل بلد، وأيضا تكون جزء من بنيته التحتية. هذا ما تؤكده منظمة الصحة العالمية في أساس استراتيجياتها ومنهجياتها المعتمدة دوليا، وهو ما يتفق معنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد في مدينة دبي، ممثلة في هيئة الصحة بدبي. ليش؟ لأن التبرع بالدم ونقله وتوفيره، وإن كان يتم وفق أعلى معايير الأمان والمأمونية، فإن عملية التبرع نفسها يعني فيها تتوفر كل الشروط التي تكفل سلامة المتبرع من جهة والمريض، وتمثل واحدة من أهم أولويات استراتيجية صحة دبي. هنالك أيضا حملة تكلمنا عنها في بداية الحلقة، اللي هي حملة دمي لوطني، واليوم تنطلق هذه الحملة بفعاليات في هيئة كهرباء ومياه دبي، ونحن منسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع. معانا كذلك، من زمان ما كانت معانا والله، الدكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم. حياك الله معانا الدكتورة، ويا ليت نقرب من المايك عشان المستمعين بس يسمعون الصوت. تفضلي. الله يحييك، أهلا وسهلا دكتورة. يعني في البداية نبغي نتكلم عن الحملة هذه. شو هي هذه الحملة؟ طبعا هذه الحملة تقام برعاية كريمة حقيقة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي. خبرينا عن الشركاء وعن هذه الحملة، وشو هي الحملة بالضبط؟ نعم، طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على هذه البرامج لأنها توعي وسند كبير لبنوك الدم لدعم التبرع بالدم الطوعي. طبعا برعاية صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله، تنطلق اليوم حملة دمي لوطني لعام 2016. أطلقت هذه الحملة لأول مرة في عام 2012 خلال احتفالات الدولة بالعيد الوطني، وكان لها الأثر الكبير في زيادة عدد المتبرعين بالدم، وساهمت طبعا الحملة في نشر الوعي حول أهمية التبرع بالدم وشروط التبرع بالدم. طبعا التبرع بالدم مثل ما تفضلت هو عمل إنساني نبيل، ويحتاج إلى كثير من التوعية والتثقيف، لأن طبعا الدم ما إلا مصدر غير من البشر. صحيح. فلذلك هو طبعا واجب إنساني، بالإضافة لأنه واجب وطني على جميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات. طبعا انطلقت الحملة في عام 2012 حيث دعا سموه المواطنين والمقيمين إلى الإسهام بفاعلية في حملة دمي لوطني، وذكر سموه بأن التبرع بالدم هو أفضل هدية يمكن أن يقدمها المواطن والمقيم تعبيرا عن حب الوطن، خصوصا أن هناك مرضى ومصابين في حاجة إلى كل قطرة دم. فحقيقة هذه الحملة حملة إنسانية وطنية تنطلق اليوم مع فعاليات متعددة. ففي عندنا كثير من الحملات اليوم رح نبديها في هيئة كهرباء ومياه دبي، وموجود في تنسيق مع محاكم دبي، بلدية دبي، دبي للطيران المدني، وزارة الصحة، القيادة العامة لشرطة دبي، جمارك دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وغيرها من الدوائر المؤسسات الحكومية. وطبعا الغاية منها مثل ما قلنا احنا حننشر الوعي والثقافة، نعطي معلومات للجمهور بصورة عامة، وطبعا نشجعهم للتبرع بالدم إذا تتوافر فيهم شروط التبرع بالدم. الحملة طبعا بالإضافة لهذا لح تشمل تواجد خيمة مجهزة بجميع الأجهزة الطبية، وطاقم طبي يشارك فيها متمرس. لح تكون مع احتفالات الدولة باليوم الوطني في يوم الثاني والثالث من ديسمبر، من الساعة 5 مساء حتى الساعة 12 صباحا، حتى تتيح للجمهور التبرع بالدم حتى خلال
أيام العطل ومساء بعد ما يخلصون أعمالهم مثلا بيكون في لهم وقت إضافي للتبرع بالدم. جميل. الدكتور بس نذكر بمكان الحملات مرة أخرى اللي بتكون بالنسبة للدوائر الحكومية وأيضا الرئيسية بتكون في القرية العالمية. نعم. مع الخيمة اللي موجودة هذه بتكون الحملة رقم 6 ولا هي بدت في 2012 ويعني عندنا 4 سنوات من النجاح والإحصائياتنا طبعا تبين تزايد جدا ملحوظ في عدد وحدات الدم المسحوبة خلال هذه الحملات وطبعا يعني دعم كبير من الشركاء المنظمين للحملة اللي هم طبعا شرطة دبي والأمين والإمارات اليوم والقرية العالمية. صحيح. وطبعا لهم دور أساسي في تنظيم هذه الحملة والترويج لها لنشر الوعي حول التبرع. جميل. وأيضا يعني دائما ما عندما نتحدث عن حملة الدم الوطني أنها توارد إلى ذهني هذه الصورة الجميلة لسيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وهو يقوم بعملية التبرع بالدم ويحث المجتمع على هذه المسألة. وأيضا يعني الدكتورة هنالك اهتمام كبير من سيدي الشيخ حمدان بن محمد في مجال التبرع بالدم. نعم. فنتحدث عن أهمية هذا هذه الممارسة بالنسبة لصحة الإنسان. نعم. طبعا تبرع سمو بالدم يكون قدوة حسنة لجميع الأفراد المجتمع للتبرع كذلك بالدم لأن الدم طبعا قطرات من الدم ممكن أن يساهم الإنسان في إنقاذ حياة. صحيح. مش بس شخص واحد بس إحنا دائما نقول أنه التبرع بكيس من الدم يساهم في إنقاذ حياة 3 مرضى مختلفين لأن من الدم إحنا بنطلع كريات دم حمراء وبنطلع صفائح دموية ونطلع بلازما الدم وكل واحدة لها طبعا. صحيح. استخداماتها أنا الطبية. هذه بتكلم عنها يعني بنتطرق لهذه المواضيع مع سير الحلقة ولكن هي. يعني بالنسبة لي المتبرع نفسه شو نعم. شو الفوائد الصحية اللي تيجي على المتبرع؟ نعم التبرع طبعا بالدم هو إلى كثير من الفوائد بالإضافة لكون عمل إنساني فهو يساهم في تجديد خلايا الدم تنشيط نخاع العظم ونخاع العظم هو المكان المصنع لكريات الدم الحمراء والبيضة والصفائح الدموية فيصير تنشيط لنخاع العظم وتتجدد الخلايا الدموية عند المتبرع بالدم هذا بالإضافة إلى أنه أثبتت الدراسات الطبية أنه التبرع بالدم المستمر يعني يتواظب المتبرع بالتبرع بالدم ما لا يقل عن 3 إلى 4 مرات بالسنة يساهم في تقليل من حالات الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية فهو يسبب يعني سيولة طبيعية في الدم اللي تمنع تكون خثرات أو اللي احنا نسميها الجلطات الدموية بالإضافة لأنه المدخنين يستفادون من التبرع بالدم لأن هذا حيقلل من نسبة الحديد الزائد الموجود عندهم بالدم فهو طبعا المتبرعين بالدم من نتكلم وياهم كثير منهم يقولون أنه أوجاع الرأس أوجاع المفاصل بتروح عنهم لما يتبرعون بصورة منتظمة لأن التبرع بالدم طبعا فكرته جاية من الحجامة ففي إلى يعني تاريخ طويل وأكيد في إلى فوائد طبية على المتبرع. أنا في بداية أو في المقدمة دكتورة كنت أتحدث عن مأمونية هذه العملية بالنسبة للمتبرع والمتبرع له يعني والآليات اللي تمضي فيها هيئة الصحة بدبي في ضمان هذه المسألة ولكن دكتورة ماذا تعني بشكل علمي عملية التبرع بالدم وتوفيره آمنا بشكل عام إذا ما نتكلم علميا عن هذا الموضوع؟ نعم طبعا احنا دائما بنوق الدم تتكلم عن سلامة الدم من الوريد إلى الوريد الوريد الأول هو وريد المتبرع أنه المتبرع بالدم يجي عندنا ونسحب من المتبرع اللي دمه يكون مناسب أنه ينقل إلى المريض ونتكلم عن الوريد الثاني اللي هو وريد المريض اللي تلقى الدم الإجراءات طبعا طويلة تشمل عدة مراحل الجزء الأول احنا دائما تسعى بنوق الدم خصوصا بالمراكز نقل الدم في دولة الإمارات والحمد لله
كلها معتمدة من قبل جمعية بنوك الدم العالمية اللي هي American Association of Blood Banks، ولذلك تترعى بها شروط التبرع بالدم اللي تضمن أنه ما في تأثير سلبي على المتبرع من حيث تعقيم المواد، المواد المستخدمة، بالإضافة إلى الاختيار الصحيح للمتبرع. فيتم فحص طبي قبل التبرع بالدم للتأكد من سلامة المتبرع، بالإضافة إلى أن هناك ما يقارب 43 سؤال يجيب عليها المتبرع من خلال استبيان للتأكد أنه دمه ما يأثر على الشخص اللي المريض المتلقي الدم. هذه عندي مشكلة دكتورة دائما في عملية أن لما أطرح سؤال مسابقة الجمهور كلهم ينسون موضوع الحلقة وتبتدي الإجابات كلها على الاسمس، لكن خلينا نذكر بسؤال مسابقة قبل أن نطلع الفاصل ونستكمل الحوار معك دكتورة. سؤال المسابقة يقول: ما هي خصائص تطبيق حياتي؟ 1 متابعة النشاط والحركة، 2 متابعة معدلات ضغط الدم، 3 متابعة الوزن وكتلة الجسم، 4 جميع ما سبق. اللي حاب يشارك في هذه المسابقة اللي جوائزها مثل ما قلنا جهاز مراقبة الجلوكوز وجهاز لقياس اللياقة البدنية، سوف تمنح لفائز 1. هذين الجهازين بيكونون لفائز 1 في نهاية الحلقة على السحب. نرجو إرسال الاسم الثلاثي مع الإجابة الصحيحة، وإذا بتكرم علينا بعد رقم الموبايل بعد كذلك، لكن نقدر نطلع رقم الموبايل عن طريق السيستم لكن بتسهل المسألة علينا. فالمجال مفتوح قدامكم، أيضا اللي حاب يتداخل على موضوع حلقتنا اليوم نتحدث عن حملة دمي الوطني وعن التبرع بالدم، فبعد الفاصل نتواصل معاكم على 600551414. فاصل مستمعينا وما نرجع لكم. صحة وسعادة، سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام. ذكركم بسؤال الحلقة اليوم، سؤال حلقتنا يقول: ما هي خصائص تطبيق حياتي؟ متابعة النشاط والحركة، متابعة معدلات ضغط الدم، متابعة الوزن وكتلة الجسم، جميع ما سبق. إرسال الإجابة على 4006 مع الاسم الثلاثي. مستمعين الكرام، الفائز معنا في فائز 1 بيفوز بجهازين: الأول جهاز مراقبة الجلوكوز، والثاني جهاز لقياس اللياقة البدنية اللي يسمونه الفيتبيت. عموما نرجع لحديثنا الرئيسي، ونحن نتحدث عن حملة الدم الوطني، وكنا قبل الفاصل دكتورة نتحدث عن عملية التبرع بالدم وتوفيره بشكل آمن بشكل عام. نحن تكلمنا عن ممونية المسألة بالنسبة للمتبرع، ولكن ماذا عن المتبرع له؟ وأيضا كان يتحدث كذلك أخونا عيسى، المستمع عيسى كان يتحدث كذلك عن نفس الموضوع، أن التبرع بالدم كيف تشوفونه آمن؟ هل تتم فحوصات معينة لهذا الدم المتبرع له؟ وكيف تعرفون أن هذا الدم آمن، أني أنا ممكن أوصله للمريض اللي أبغى تبرع له بهذا الدم؟ وإذا كان في مشكلة في هذا الدم، هل هنالك بعض الإجراءات والسياسات اللي تجيب المتبرع له؟ يعني مجموعة أسئلة كلها تصف في مسألة المأمونية. نعم، طبعا الدم المتبرع بيتم إجراء كثير من الفحوصات الدقيقة والحساسة جدا لضمان سلامته وعدم انتقال الأمراض الفيروسية أو الأمراض المعدية من المتبرع للمريض. تقريبا تأخذ هذه الفحوصات 6 إلى 8 ساعات لإجراءها، طبعا للكشف عن الأمراض اللي ممكن أن تنتقل من دم المتبرع مثل ما قلنا إلى المريض. وأحب أن أنوه أنه دولة الإمارات العربية المتحدة والحمد لله من أول الدول في المنطقة اللي اعتمدت فحص الحمض النووي للفيروسات التي ممكن أن تنتقل عن طريق نقل الدم. تساعد هذه التقنية بالكشف عن الفيروسات في فترة الحضانة، يعني حتى لو الفيروسات موجودة بعدد جدا قليل لا يمكن كشفها بالفحوصات الروتينية، فحص الحمض النووي يستطيع الكشف عنها، وهذا طبعا
أرقى نوع من الفحوصات وأكثر تطور تقنيا لضمان سلامة نقل الدم. طبعا الإجراءات عديدة اللي تمر بها الوحدات الدموية بالإضافة إلى الكشف عن الفيروسات والأمراض اللي تنتقل عن طريق نقل الدم. هناك طبعا ترشيح إزالة كريات الدم البيضاء لمنع التفاعلات اللي تحدث بعد نقل الدم. وبحمد الله يعني الإمارات في عام 2010 تم تصنيفها من قبل منظمة الصحة العالمية من ضمن أفضل 5 دول على مستوى العالم لضمان سلامة نقل الدم، لأنه الحمد لله هذه التقنيات والأجهزة والمعدات غالية الثمن بفضل القيادة الرشيدة والدعم اللامحدود. تعتبر الإمارات وهي أصلا من أول الدول في المنطقة اللي اعتمدت هذه التقنيات لضمان سلامة المريض متلقي الدم. طيب دكتور، نحن ما نرجع للحملات اللي سويتوها بالنسبة لمركز التبرع بالدم، لكن اليوم نحن قلنا بديتوا حملة دمي الوطني مع كهرباء دبي. كهرباء ومياه دبي. بنتقل إلى الزميل فيصل بن فارس، يتواجد هناك في ديوة. ممكن فيصل يعطينا فكرة عامة عن ما يحدث هناك خلال هذه الحملة. فيصل بعطيك بالضبط 3 دقائق وبرجع. زين تفضل. صباح الخير محمود. صباح الخير دكتورة. محمود أنا حاليا متواجد مثل ما تفضلت في ديوة، الباص المخصص لتبرع الدم، متواجد الآن أمام الباب الرئيسي للهيئة. الجميل محمود اني انا كنت داخل الباص، ولكن لكثرة الناس اللي متواجدين فقررت اني انا ما طردوني. انا عندي على فكرة هويتي والتسجيل مالي كله بعده موجود داخل. خلها حق القرية العالمية. وايضا الجميل ايضا بسبب توافد عدد كبير من الموظفين، وايضا اعتقد مراجعين ايضا من ايضا متواجدين، فعملوا لهم طاولة خارجية للتسجيل عشان تم المكان داخل الباص ما يتحمل هذا العدد الكبير. الشيء المحزن محمود ان في بعض الناس ما كانوا قادرين على التبرع، وهذا كان مأثر عليهم نفسيا. انا حتى سألت اخ هناك فني للتبرع بالدم، فقلت له قال في يمكن 3 أو 4 أشخاص ما قدروا يعني حالتهم الصحية، لأن هنالك اشتراطات معينة مطلوبة. وما نتكلم عنها دكتورة بعد ما تقريبا الحين يقول خلال أول ربع ساعة تقريبا فوق 20 شخص أو 20 دقيقة، خلنا نقول بواقع متبرع كل دقيقة محمود. الحملة يعني إن شاء الله يعني بتكون ناجحة من بداياتها، مبشرة بالخير محمود إن شاء الله. شكرا لك يا فيصل، ونتمنى لك التوفيق، ولا تنسى تتبرع بالدم ضروري ان شاء الله. اكيد محمود. وفيصل ما قلت لنا الباص اليوم شنو شكله وشنو لونه اليوم غير؟ طبعا الباص مكتوب عليه دمي وطني. هناك ايضا الراعين هم القرية العالمية والامين والامارات اليوم وهيئة الصحة بدبي وايضا شرطة دبي وحكومة دبي ترعى الجميع يا محمود. شكرا لك يا فيصل. إذا دكتورة كان يتحدث يعني فيصل عن مسألة مهمة، هي عملية أن الواحد مو بأي حد عند الرغبة أن هذا، بالعكس يعني الواحد رب العالمين يجرى على النية. نعم. ولكن هنالك اشتراطات صحية لقبول الدم من المتبرع. نعم. زين شو هي الحالات اللي أنتم ما تقبلون فيها يعني التبرع بالدم؟ نعم. هي في شروط تمنع، يعني شروط يجب أن تتوفر في المتبرع، قسم منها لضمان سلامته والمتبرع. نعم، مثلا نسبة خضاب الدم الهيموغلوبين لازم ما يكون أقل من 13 جرام، هذه لمصلحة المتبرع على أساس أنه ما تقيسونها من البداية. ها هي طبعا هي في فحوصات طبية ينعمل الوزن، النبض، قياس ضغط الدم وخضاب الدم اللي هو الهيموغلوبين. فإذا رفض المتبرع بسبب واحدة من هذه الأسباب، أنه مثلا وزنه أقل من الوزن المطلوب، أو ضغط الدم أكثر أو أقل من المطلوب، أو أنه الهيموغلوبين أقل أو أكثر، بيكون هذا حماية للمتبرع، فلا يزعل علينا المتبرع إن شاء الله. دكتورة يعني مع زيادة الحملات اللي قمتم بها، هذه الحملات كانت لها مؤشرات إيجابية في أعداد المتبرعين، خاصة أن المجتمع الإماراتي يعني يتسم بشكل خاص بمنظومة مميزة، إذا ما تحدثنا عن القيم الإنسانية النبيلة اللي ممكن نلمسها
من خلال هذه الحملات، فتعطينا بعض المؤشرات اللي صارت عن هذه الحملات خلال 2015، شو اللي سويته بالضبط؟ نعم، حملة الدم الوطني طبعا بدأت في 2012، وكان عدد الوحدات المسحوبة 424، هذا حسب إحصائياتنا الموثقة. في 2013 حمد لله زادت عدد الوحدات فصارت 561، وفي عام 2014 زادت وصارت 570. لكن في عام 2015 المركز بدأ أن يمد أيام الحملة، فشملها تقريبا 10 أيام قبل أيام العيد الوطني، فحمد الله تم سحب 1624 وحدة دم في هذا العام الجديد. بالنسبة لحملات دمي الوطني، تم إشراك صحة في أبو ظبي ووزارة الصحة، فجميع بنوك الدم المركزية داخل الدولة هذا العام تشترك في حملة دم الوطني. إن شاء الله بنعطيكم الإحصائيات بعد ما تنتهي الحملة، لكن هذا الجديد في هذه السنة أنه جميع بنوك الدم داخل دولة الإمارات سواء كانت تابعة لهيئة الصحة في دبي أو صحة في أبو ظبي أو وزارة الصحة حيكونون كلهم شغالين، يحملون نفس الشعار وعندهم نفس المواد التثقيفية والتوعوية. فهي حملة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وليست مختصة على مستوى إمارة دبي. طيب دكتورة، في شغلة مهمة جداً نبغى نتكلم عنها، يعني بشكل مختصر، يا ترى ما هي أهم التقنيات الجديدة التي أدخلت في مجال التبرع بالدم؟ وما ناخذ معاك كلمة أخيرة كذلك في هذا المجال. نعم، حاليا يستعد المركز لإطلاق نظام إلكتروني جديد إن شاء الله في 17/1 لح يكون لايف، ولح يتحول بنك الدم في هيئة الصحة في دبي كأول مركز للتبرع بالدم داخل الدولة بدون أوراق، فالمتبرع لح يجاوب على الاستبيان باستعمال أجهزة إلكترونية، وحتى توقيع المتبرع على الاستبيان حيكون ديجيتال إلكتروني. وطبعا النظام مش بس يشمل هذا الجزء، بس تطور كبير في التقنيات المستخدمة الذكية داخل المركز، لح يقدر المتبرع يشوف شروط التبرع بالدم ويسجل التبرع بالدم من خلال الموبايل أبليكيشن، فهذا طبعا لح يسوي طفرة جديدة في ويسرع من بالدم. عملية هذا دكتورة. نعم. للساعة كم موجودين في هيئة كهرباء ومياه دبي؟ احنا للسنتين ونص ان شاء الله، للساعة تنتين، والدعوة عامة لكل الجميع. المستمعين أكيد. اللي يبغي يتوجه. نعم. الى المبنى الرئيسي في ديوة، الحافلة المتنقلة او المركز المتنقل، مركز التبرع بالدم المتنقل، موجود لين الساعة 2:30. اذا ومراكزنا بعد مفتوحة الى 7:30 مساء في استقبال المتبرعين بالدم. جميل جدا دكتورة. مي، انا ابغي اختم هذا اللقاء بهذه الجملة الجميلة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد عندما يقول إن التبرع بالدم هو أفضل هدية يمكن أن يقدمها المواطن والمقيم تعبيراً عن حب الوطن، خصوصاً أن هنالك مرضى ومصابين في حاجة إلى كل قطرة دم. هذه الدعوة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي للمشاركة في هذه الحملة. إذن شكرا لك دكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم، على هذا اللقاء. وننتقل إلى موضوعنا اللي تكلمنا عنه في البداية، اللي هو تحذير وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام مكملات غذائية يتم الترويج لها لتخفيف الوزن، ومقويات جنسية أيضا تحتوي على مواد غير معلن لها. معي عبر الهاتف الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، ورئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية. حياك الله معانا دكتور. الله حييك، أهلا وسهلا. يعني سامحنا عاد أن طلعناك من المؤتمر، لكن قلنا هذا خبر يعني حابين نطلع على تفاصيل دكتور، وما هي هذه الأدوية اللي تم التحذير من استخدامها؟ أول شيء هذا واجبنا ويشرفني أن أنا أكون معكم على الهواء مباشرة، وأشكركم مرة أخرى على التواصل. لا شك بأن انطلاقا من حرص حكومتنا الرشيدة في دعم سياسة الحفاظ على صحة وسلامة مجتمع الإمارات، دائما تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع
من خلال اللجنة العليا لليقظة الدوائية المتمثلة بوزارة الصحة وهي صحة دبي وهي صحة أبوظبي وجهات الاختصاص بمتابعة آخر مجريات التحذيرات عن الأدوية والمكملات الغذائية ذات الادعاء الطبي على مستوى العالم. ومؤخرا استلمنا تقرير إلكتروني من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية بأن هنالك بعض المكملات الغذائية بها ادعاء بأنها تساعد على تخفيف الوزن ومكملات غذائية أخرى تساعد الرجال كمقوي جنسي، ولوحظ أن هذه المقويات أو هذه المكملات تحتوي على مواد كيميائية محظورة تداولها، وكذلك هذه المواد لم تذكر تواجدها ضمن البطاقة التعريفية الداخلية والبطاقة التعريفية الخارجية لهذه المنتجات. وللأسف الشديد استخدام هذه المنتجات تؤثر سلبا على صحة وسلامة من أو المستهلك، والتأثير السلبي عبارة عن بعض المضاعفات خاصة عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام ضربات القلب أو المصابين بارتفاعات في نسبة السكر بالدم أو الأشخاص المصابين بأمراض القلب، فإن هذه المواد الكيميائية عند عدم صرفها بالطرق علمية من خلال الأطباء المختصين لها تأثير سلبي عليهم بتأثير على الصحة مباشرة، وقد تؤدي هذه التأثيرات إلى الوفاة. ونحن كوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الهيئات المحلية نحرص بأن نعلم المستهلك من خلال وسائل الإعلام، ونشكركم على هذا التواصل. أنتم من خلالكم من خلال هذا المنبر المبارك نستطيع إيصال رسالتنا إلى المجتمع، وتم إصدار التعميم لسحب هذه المنتجات إن وجدت على مستوى الدولة وعدم إدخال هذه المنتجات إلى دولة الإمارات بالتنسيق مع الهيئات المحلية والجمارك المحلية وكذلك وزارة التغير المناخي والبيئة التي تشرف على البلديات من جانب هذه المواد. وكذلك نحن كوزارة الصحة ووقاية المجتمع نناشد الجمهور الكريم المستمعين الكرام بعدم شراء مثل هذه المواد من خلال المواقع الإلكترونية، حيث تشير منظمة الصحة العالمية بأن 95% من المواقع الإلكترونية التي تقوم بالترويج للأدوية والمكملات الغذائية ذات الادعاء الطبي هي غير رسمية وتقوم بها الأدوية المغشوشة والمكملات الغذائية المغشوشة مثل هذه المكملات التي حذرنا عنها. بالإضافة إلى أن والحمد لله رب العالمين فضل من الله ثم دعم حكومتنا الرشيدة الدولة وفرت لنا المستشفيات العالمية والمستشفيات الراقية الحكومية والخاصة بمعايير عالمية، وعندنا 105 منشأة طبية حاصلة على الاعتماد الدولي العالمي تقوم بتوفير الخدمات العلاجية لنا. فلماذا نلجأ لشراء هذه المكملات من خلال مواقع الإلكترونية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟ رسالة أخرى إلى الجمهور الكريم بأهمية عدم إعادة إبعاث الرسائل النصية التي ترد إليهم للترويج عن هذه المنتجات إلى الآخرين، لأن لها نوع من المضرة، وأهمية عدم الالتفات إلى مثل هذه الرسائل النصية والعمل على أخذ إرشادات الجهات الصحية. يعني اليوم لدينا هيئات صحية قوية كهيئة الصحة دبي وأبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والقطاع الخاص، فاللجوء إلى جهات الاختصاص هو أمر واجب، ويجب الحفاظ على صحتنا. ونحن دائما نشكر الكريم بأهمية التركيز على الصحة والسلامة، فصحتنا ضمن أولويات حكومتنا الرشيدة. جميل، ما شاء الله عليك دكتور، يعني غطيت كل المحاور اللي كنت أنا أبغي أتحدث عنها. سهلت عليك طال عمرك. إيه ما شاء الله عليك. لكن دكتور بس يعني هو السؤال شو أسماء المستحضرات هذه، ممكن نحن نذكرها على الهواء؟ ممكن تذكرونها على الهواء مباشرة الأسماء الموجودة عندك، لأن ليست هنالك أي مشكلة قانونية في ذكر أسماء، بل بالعكس نحن نؤكد على وسائل الإعلام عندما نقوم بإصدار هذه التعاميم بذكر الأسماء، لأن اليوم أي مستهلك من المستهلكين إذا لاحظ تواجد هذه المنتجات في أي محل على مستوى الدولة، أولا يجب الامتناع عن شراء هذه المواد، ثانيا الامتناع عن عدم شراء هذه المواد حتى من خلال المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. ممكن الإبلاغ دكتور عن هذه المحلات اللي يقومون ببيعها؟ هذا النقطة الأخيرة بغيت أوصل إليها، بإمكانهم إبلاغ يعني وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال الرقم المجاني 800-111-111 أو إبلاغ الهيئات الصحية في الدولة دبي وأبوظبي وإبلاغ البلديات في الدولة. فهنالك عدة طرق
هناك برنامج إلكتروني ضمن الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة اسمه طمني باللغتين العربية والإنجليزية، وللفئتين الممارسين المهام الطبية وغير ممارسين المهام الطبية، بالإمكان من بإمكان أي فرد من أفراد المجتمع إن كان طبيب أو متخصص الطب أو غير ذلك التواصل معنا من خلال هذا البرنامج والإبلاغ عن هذه المنتجات أو وجود هذه المواد في الدولة. الأهم بذلك هو تعاون الجمهور. اليوم الجمهور هم جزء مكمل لجهود الخدمات الصحية في الدول. كل فرد من أفراد المجتمع بدور وطني ولدور إنساني في دعم دور الهيئات الصحية والجهات الصحية في الدولة. ف الإبلاغ عن هذه المنتجات أمر هام، والامتناع عن شرائها وكذلك الامتناع عن إعادة إبعاد هذه الرسالة النصية كمان أمر وطني وهام للحفاظ على صحة وسلامة مجتمع الإمارات، وتكون دولتنا الحبيبة من أفضل دول العالم حسب رغبة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. جزاك الله خير دكتور أمين الأميري على هذا التوضيح، ونحن نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في كل الأشياء اللي تقدمونها لضمان صحة المجتمع ووقايته من ما يشكل خطر عليه. دكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص ورئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية كان معنا عبر الهاتف. شكرا لك دكتور. أيضا نوقف عند استقبال الأسئلة وسووا لنا السحب وعطوني اسم الفايز كذلك، يعني كانت في مجموعة أسئلة. والله للأسف أنا أعتذر جدا أني أنا ما خذيت، لأن الدكتورة مي ترخصت من عندنا، عندها التزامات في العمل. فسيف منو؟ سعيد عبد الله. سيف سعيد عبد الله هو الفائز معانا في سؤال حلقتنا اليوم. السؤال كان يقول: ما هي خصائص تطبيق حياتي؟ 1 متابعة النشاط والحركة، 2 متابعة معدلات ضغط الدم، 3 متابعة الوزن وكتلة الجسم، 4 جميع ما سبق. الإجابة هي طبعا 4 جميع ما سبق. وقلنا الفائز بيحصل معانا على جهازين، الأول جهاز مراقبة الجلوكوز والثاني جهاز لقياس اللياقة البدنية. في عندي مجموعة أسئلة جت عن التبرع بالدم، وعد مني إن شاء الله خلال الفترة القادمة باخذ هذه الأسئلة وبحولها مرة ثانية على الدكتورة مي أو من أي حد ممكن يتكلم عنها ومن جاوب عليها، لأن في سؤال كان يقول ما هو مسبب تجلط الدم أثناء التبرع، والسؤال الثاني كان يقول هل مريض السكري المنضبط يكره يستطيع التبرع بالدم؟ يعني هل مريض السكري اللي سكره مضبوط يقدر يتبرع ولا لا؟ لكن إن شاء الله نحن نحول هذه الأسئلة ونجاوب على الكثير من الأسئلة في الأيام القادمة. لكن هذه دعوة لكم مستمعينا الكرام للمشاركة في هذه الحملة، لأن مثل ما قال سيدي الشيخ حمدان يقول أن التبرع بالدم هو أفضل هدية يمكن أن يقدمها المواطن والمقيم تعبيرا عن حب الوطن. إذن هي يعني أسمى مراحل العطاء الإنساني أنك أنت تتبرع بدمك، ما في أسمى عن كذا. فنتمنى منكم المشاركة في هذه الحملة ومتابعة أخبارنا عن هذه الحملة وتواجد مركز الدم المتنقل وين بيكون، ونخبركم أول بأول عن هذه الحملة. وأيضا مستمعينا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع جديدة ومتجددة بكم مستمعينا. حتى ذلك الوقت أتوجه بالشكر لي أشواق مسعد كانت منسقة معانا، المعد كان فيصل بن فارس ومراسلنا كذلك. كل الشكر لناصر محمد سليم وعيسى سبيل في الإخراج، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.